صد رنه المفتاح في الباب ساعه ما توصل، ومكالمه نص اليوم لما من غير داعي تسال، والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وتتقل، وحضنك اللي بنسى قبله لي كنت بزعل، رأيك اللي كله حكمة، صوتك حفظتون كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمتو، انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه وسرتو، ابن ابويا يا بختي بعمري وياك عشتو، بيقولوا لي اني شبهك اني زيك حتى منك، روحي روحك واخد قلبك في المشاعر والكلام، بيقولوا لي اللي شافوني كتير لقوني ابن ابويا ده في سلام واهتمام، ويا بختي قالوا ابن ابويا تقلق وانا خبي، لا تزعل عشاني، واما افطارتنا نسافر ونشغل اغاني، واما تشوف مني دمعة وتعمل مش شايفها بتخاف تكسفني وتحسسني ان كشفها، انت سند انت ظهري وصاحب عمري كله، مهما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقول له، يلي مهما كبر سني افضل اعيش في دلو، يا حبيبي يا رب خلي صوتك العمر كله، بيقولوا لي اني شبهك اني زيك حتى منك، روحي روحك واخد قلبك العظيم محمد صبحي. أكيد أكيد.